طيب خلينا نروح للوطن الرياضي، حسابهم على فيسبوك بيقولوا الاهلي يرفض احتراف محمد الشناوي الشناوي ويعني كان يغلق ملف الحارس الجديد. محمد الشناوي عروض الاحتراف بتجيله على مدار فترات كتير جدا بغض النظر عن تألقه في كاس العالم الأندية. هو بخلاف كاس العالم الأندية هو حارس ممتاز وكان تألق كتير وبرز بشكل كبير جدا على مدار سنتين والأكتر كمان فاتوا، فالعروض دايما بتجيله. لكن انا اللي عجبني في الشناوي ايه، الراجل مرتبط جدا بالأهلي وبيسيب دايما القرار ده للنادي. واحد يعني صاين الجميل بصراحة يعني، وبيصونه على أكمل وجه رغم ان ده حقه ان هو يحترف او حقه ان هو يكون بيسعى لطموح معين، لكن هو دايما شايف، ودي وجهه نظر الشناوي وهو اعلن عنها قبل كده في بعض اللقاءات، هو شايف ان هو بيلعب في اكبر نادي في افريقيا، شايف ان الناس مقدره جدا في النادي الاهلي، النادي الاهلي كمان عدل له عقده مؤخرا، فبالتالي هو مش محتاج حاجه، مبسوط في النادي الاهلي. لكن في كل الاحوال هو اي عرض بيجي له بيبقى القرار بتاع النادي. فهي دي العلاقه الطيبه جدا ما بين الشناوي والاهلي، وما بين الشناوي كمان وجمهور النادي الاهلي، علاقه بقت وطيده جدا جدا. نتمنى له يا رب التوفيق دايما. ده كان